بالكاد غادرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس في السادس من جوان الحالي لتعود بعد 4 أيام أي الأحد القادم مرفوقة بنظيرها الهولندي مارك روت ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لتعود مصممة على ما يبدو على إعطاء دفع لوساطتها بين تونس والاتحاد الأوروبي علها تكسر ما سماه البعض تصلبا في مواقف بعض قادته باتجاه تطوير اتفاقية تعاون بخصوص عدة ملفات في صدارتها الطاقة والهجرة. وعليه قالت إنه سيتم خلال زيارته هذه التي ستكون حسب مصادر من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس سريعة أي من 9 صباحا حتى 1 ظهرا مساعدة تونس على تجاوز وضعها الاقتصادي الصعب. سنعود الأحد إلى تونس من أجل فتح الباب أمام التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة بلد يمر بصعوبات لا فقط من أجل التحكم في موجات الهجرة بل أيضا لأن مرور تونس بصعوبات كبيرة يعني بالنسبة لنا في إيطاليا وفي الاتحاد الأوروبي حدوث مشاكل في المستقبل. وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن الزيارة ستكون بمثابة رسالة دعم قوية لإزالة العقبات وتمهيد الطريق لحصول تونس على القرض موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا حسب بعض التقديرات قد يمر عبر تشجيع الإصلاحات المؤدية إلى خطة إنقاذ واضحة للاقتصاد. تحدثنا مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، ونحن نسجل تقاربا في وجهات النظر في هذا الملف. أعتقد أن زيارة الأحد إلى تونس ستسهل الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأعتقد أن وجود رئيسة المفوضية واثنين من قادة الاتحاد الأوروبي هو مؤشر على إرادة واضحة في هذا الاتجاه بغض النظر عن الحلول المقترحة. فنحن نتوجه لتونس بجملة من المقترحات وبحزمة من مبادرات التعاون والدعم، ولكن نعتبر أنها خطوات ستكون ممهدة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ونفذت جورجيا ميلوني ما سماه البعض ضغطا غير مسبوق وغير متوقع لإقناع عدد من القادة الأوروبيين بما فيهم الرئيس الفرنسي من خلال استحضار الوضع الموصوف بالمنذر بالخطورة في تونس خلال اجتماع مجموعة 7 في هيروشيما باليابان، وهذا لأنها في مستوى بعينه تعتقد أن ملف تونس يجب الإسراع بالنظر فيه لدفع موجة محتملة من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خاصة وقد سجل بلوغ سواحل إيطاليا منذ جانب الماضي نحو 45,000 مهاجر غير نظامي، والحل الأمني لم يعد كافيا لمعالجته.